جميل يا انه رب ولي ذلك والقادر عليه يا رب. طيب ذقنا معكم حلاوة الإيمان، تعرفنا على طعم الإيمان، مشينا وسرنا بكم في نور الإيمان يا رب. بارك الله فيكم. لكن أنا دائما ننزل إلى الواقع، ربط النص بالواقع، نعملون بالواقع. لكن الواقع لا يسير على وتيرة واحدة، فهل يزيد الإيمان وينقص بتغير الظروف التي نعيشها الآن؟ أحسنت، هذا أصل من أصول أهل السنة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أو بقلة الطاعة أيضا. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا. الأول شيء قيد قاسي شديد، إذا ذكر الله وجلت. كيف توجل القلوب، وجل القلب كيف يكون؟ لا يستشعر القلب الوجل وحلاوته إلا إذا ذاق حلاوة وطعم الإيمان وأشرق فيه نور الإيمان. لا إله إلا الله. يا أخي أنا له علامة، والله الذي لا إله غيره، أنا أستدل بهذه الآية على وحدانية الحق تبارك وتعالى. كيف؟ إذا ذكر المؤمن الله عز وجل في لحظة صفاء يشعر بقشعريرة حقيقية هنا، أنا أقول هنا في هذا المكان في هذا القلب، هذا إن دل فإنما يدل على أن هذا القرآن كلام الحق الذي خلق. سبحان الله العظيم. هل استطعت أن أوصل لك ما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ لهذا علامة وجل حقيقي، وجل قشعريرة. أنا أخاف، هزة في القلب، أن أحب وأن أخاف. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله في شأن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والآيات في هذا الباب كثيرة. هل 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 نعمل نحن على زيادة الإيمان داخل قلوبنا؟ هذا هو المطلوب. كيف أنا كبشر أزيد الإيمان داخل قلبي؟ جميل جميل، جزاك الله خيرا. وإياكم بإذن الله تعالى. كما بينت الآن، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص الإيمان بالمعصية. إن دل ذلك فإنما يدل على أن المؤمن إذا أراد أن يزيد إيمانه أو أن يزيد إيمانه فعليه أن يعمل الطاعات وأن يجتنب المعاصي والسيئات على قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الشيخ ربما يعني معذرة، سامحني، امسح صدرك. فضل. الدنيا اللي بنعيشها وهذه الأيام صعبة لا شك، فيعني بحبحها شوية. من أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في غير رواية مسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الله، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية، في رواية الترمذي قال سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فأنت في هذا الزمان، في زمان الفتن، ولذلك أجر العامل وإيماني له درجة عالية. أجر العامل في هذه الأزمنة كأجر 50 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الصادق الذي لم تطع على الهوى. نعم. لا أقلل ذلك من قدر الصحابة ولا من شأن الصحابة، فوالله لو أنفق أحدنا من لكنها الفتن. هم يجدون على الخير أعوانا عليك، ونحن لا ندري. ويكفي أن رسول الله كان بينهم صلى الله عليه وسلم، رأوه. نعم، رأوه عليه الصلاة يعني والسلام. تصور أنك تمشي في طريق مظلم جدا، حالك الظلام، وفجأة يخرج عليك رجل بلمبة أو بكشاف مضيء بقوة 10,000 فولت مثلا. الله أكبر، الله مثلا أكبر. أتصور أن من يتعثر هو الذي يريد أن يتعثر. صح، وهو الذي يريد أن يزل ويقع. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم نور يضيء لهم الطريق ويجدد في قلوبهم الإيمان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، ومن أهل العلم من حسن السند فقط، قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله
أن يجدد الإيمان في قلوبكم في قلوبكم. نعم. يبقى هذا سبيل آخر. يبقى السبيل الأول فعل الطاعات، امتثال الأمر، اجتناب النهي، الوقوف عند الحد، قراءة القرآن، المحافظة على الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة بالليل، الاستغفار، الذكر، التدبر، التفكر، بر الوالدين، الإحسان للفقراء، الإحسان للمساكين. كل هذه الأعمال وغير هذه الأعمال تجدد الإيمان في القلب. احنا مش هنشتغل بقى شيخ حسان، معذرة، جميل، مش هنشتغل بقى نقعد نعمل كل ده، مش هنشتغل. وعملك يجدد الإيمان. عملي؟ نعم. كيف؟ كيف ذلك؟ وأنا أعمل مذيع أنا. يجدد الإيمان. كيف دلني؟ مشكلتنا أن الأمة فصلت العمل عن الإيمان، وظنت أن عمل الإيمان صلاة وصيام وعمرة وحج فقط. فماذا بعد هذا؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة. ففي لحظات استمتاعك بزوجتك في الفراش أنت في عمل لله وفي عبادة لله، إن حققت الأمر على مراد الله وعلى منهج رسول الله، وأنت في هذه المتعة بالحلال أنت في عمل يرضاه ربك. ألم يقل أيات الرجل شهوته ويثاب؟ والحديث في الصحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم حين جاءه أناس وقال: ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال أخذوا الأجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أولم يجعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر. فعمل الفلاح عبادة وعمل التاجر عبادة، لا ينبغي أن نفصل بين العمل قصد به وجه الله. إذا قصد به وجه الله. نعم. أنا أقول كل عمل، شوف خلي بال حضرتك. أيوة. من قدة كل عمل. أيوة. إن كان موافقا، إن ابتغى به صاحبه. نعم. وجه رب البرية. نعم. وكان موافقا لدين سيد البشرية فهو عمل صالح للدين والدنيا متقبل من الله جل وعلا. أو الثاني، إذا إن الله يقبل من العمل أخلصه وأصوبه. وأحسنت. أخلصه وأصوبه. فصل أنا باختصار أخلصه وأصوبه كيف؟ أخلصه ما كان خالصا لله. لله. وأصوبه ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن وأنا بشتغل مع حضرتك بشتغل مش لأن الإدارة قالت أشتغل، أنا بعمل كلمة طيبة لله. لله. الله أكبر. جدد النية. نجدد النية لأن هذا العمل لله. لله. وأثاب. ولنفع الأمة. وأثاب. وتثاب دنيا ودين. تأخذ أجرك الحلال. نعم. وتثاب أجرا لا يعلم حدوده إلا الله. إن كانت النية خالصة له سبحانه وتعالى في أن تنفع الأمة وأن تجدد الإيمان في قلوب الأمة وأن تنهض بالأمة بهذه الكلمات وبهذا البرنامج. يا رب. لله سبحانه وتعالى. نعم. إذن بهذا بزيادة الإيمان وما تفضلت به يزيد الإيمان، ولنرفع شعار إن عملون على زيادة الإيمان. نعم. لا نقصان. تحتاج الأمة الآن ليزداد الإيمان أن تعمل إن عاملون. فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى في هذه السلسلة الكريمة، إن سمعنا نداء من الله عز وجل من بداية الحلقة المقبلة. نعم. ينادي فيه على أهل الإيمان، فلنعاهد ربنا سبحانه وتعالى أن نطبق هذا النداء وأن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإليك المصير. ومن لم يستطع أن يطبق النداء أو أن يقوم به فليجاهد مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، ويثاب في هذا مع هذه المجاهدة. نعم. يثاب عليها. يثاب في المجاهدة. لكن قد أنصح له بنصيحتين. الأولى أن يغير البيئة. الله. والثانية؟ والثانية الدعاء. الدعاء. أن يتبرأ من حوله وطوله، وأن يلجأ إلى من بيده قلبه ليدله على الحق. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طب في الختام